السلام عليكم. خلينا نبدأ الآن بالإنرجي بالانس. قبل ما نبدأ على حاجة على مستوى البلد، نبدأ بحاجة أبسط على مستوى الأفراد. على مستوى الأفراد يعني اللي بنسأله how is an energy balance of a country constructed، هذه من الشغلات اللي حنشوفها لاحقا ونتفرج عليها بشكل مفصل. الآن خلينا نتكلم عن على المستوى الشخصي أو بحاجة بسيطة. خلينا نقول عدلي، مستر عدلي lives in a nice house in Nablus with his wife and daughter. يعني عائلة عدلي، السيد عدلي عايش في نابلس. The house is connected to electricity grid for their daily power. This results in a flow called purchase power. يعني اللي بيجي له هو مشبوك مع الشبكة، والكهرباء اللي بيجي له هذا بنقول الكهرباء اللي مشرية عندي. عدلي has a quite sustainable mindset and invested in solar panel on his roof. This leads to the flow of own extraction. عدلي طبعا عنده يعني تطلع انه يحصل على الكهرباء تبعته بنفسه، فلهذا قام بوضع ألواح شمسية فوق بيته، وهذه بنسميها يعني خلينا نقول اون اكستراكشن، اللي هو الاستخلاص تبعه الشخصي في هذا المجال او الانتاج الشخصي. فور ساني نابلس، لما نابلس تبقى في جو شمسي، مستر عدلي جنريت مور سولار باور ذان هي نيدز ات سيرت مومنت. ذا باور سيربلس از سولد تو ذا ناشونال جريد. With this flow we can determine the net energy available from the Adli family. يعني بالمختصر عدلي عنده بيت، البيت تبعه مشبوك مع الشبكة المحلية، فهو بيشتري كهرباء من هذه الشبكة، وعنده خلايا شمسية بتقوم بتوليد كهرباء خاصة فيه. الخلايا الشمسية أحيانا الكهرباء اللي بتولدها أكثر من طاقة عدلي، فعدلي بيقوم ببيعها يعني اللي زيادة ببيعها لشبكة الكهرباء المحلية. هاي الملخص للهات. الآن هاي الاون اكستراكشن بيجي على البيت تبعه، هاي البيرتشيس باور جاية، الآن هاي الكهرباء المبيوعة رايحة في هذا الاتجاه على الشبكة. الآن energy used for cooking, entertainment, communication, heating and hygiene among other. طبعا عدلي بيستخدمها لكل الأمور الحياة في البيت. الآن النت energy available إيش بتساوي؟ اللي هي عندي purchase power، هذه بالموجب. الآن بالسالب sold energy زائد own extraction الموجودة عندي. يعني اللي هو ايش بيطلع لعدلي، ها قديش هو بولد كهرباء زائد الكهرباء اللي بيشتريها ناقص الكهرباء اللي ببيعها. الان final energy use بدي يساوي net energy available زائد output from in-house conversion ناقص input to the in-house conversion. هذا final energy use، يعني net energy available اللي هي جاي من هذا زائد الـ output from the in-house conversion ناقص الـ input اللي عندي من الـ conversion. الآن للـ energy balance عندنا الـ production من natural gas، فيش أي حاجة. الـ A1 اللي هي اللي عندي produced electricity، الهيت عندي زيرو، التوتال هنا ايش للبرودكشن A1 اللي هي جاي عندي. البيرتشيس عندي هو بيشتري غاز طبيعي سواء للتدفئة او للطبخ زائد الايش الالكتريسيتي اللي عندي في الهيت، فيش مصدر جاي من الهيت بشكل مباشر في هذا المجال. فصار عندي التوتال هذا بدي يساوي العمود A والعمود B في هذا المجال. هنا السولد اللي ببيعه C1، وهذا بتاخذ بالناقص لانه ايش هذه مبيوعه اللي عندي. الان هذه بنسميها البرايمري سورسز الموجوده عندي في هذا المجال. ان الان النت انرجي افيلبل
في العمود هذا في عندي بي واحد، في العمود هنا عندي اي زائد بي ناقص ايش السي واحد. الآن المجموع بدي أجمع العمود الأولاني زائد العمود الثاني، فبعطيني هاي باللون الأصفر المجموع اللي عندي. الآن الـ in-house conversion عندي الـ D1 من natural gas بنحوله للطبخ لغيره. الآن D2 ممكن يتحول عندي من natural gas لكهرباء، وعندي الـ heat D3 عندي الدفايات على الغاز اللي عندي. فصار المجموع عندي هكذا، العمود الأول والعمود الثاني والثالث. final energy use ايش بدي يساوي عندي؟ بدي أخذ العمود هذا اللي عندي، هذه زائد هذه، يعني هذه بالناقص بدها تعطيني بي واحد ناقص دي واحد. هذول اللي عندي اللي هان في البوزيتيف اي واحد بلس بي اثنين، بالناقص عندي سي واحد ودي اثنين. الان هنا فيش اللي عندي دي ده ثلاثة، وهنا هاي المجموع بدي اجمع هذول الثلاث اعمدة اللي عندي. التابل هذا represent a simplified energy balance of Adley House without the actual value، يعني بدين أي قيم اللي عندي. The positive factor represent an energy output while the negative factor indicate energy input الموجود عندي في هذا المجال. Construction of energy balance to a country، في الكونتري إيش اللي عندي؟ هذا الشكل الموجود عندي. الروز هنا بتمثل لي يعني الانواع المتاحه عندي، والكولومز بتمثل لي الانرجي كاريرز اللي بتكلم عنهم في هذا. يعني الانرجي كاريرز هذول موجودين في الاز كولومز، والروز ايت ريبريزنت هنا مثلا سيكتور اوف ذا اندستري، هنا ريبريزنت ا كايند اوف برايمري يعني برايمري سورسز عندي، مثلا هنا برودكشن امبورت اكسبورت انترناشونال بانكر ستاك، هذول كلهم بيجي عباره عن البرايمري اللي عندي السبلايز الموجود. برودكشن اللي هي الانتاج المحلي، امبورت استيراد، اكسبورت تصدير، انترناشونال بانكرز احيانا بيبقى عندي خصوصا في الطيران والسفن بيبقى عندي يعني خلينا نقول في الموانئ سواء البحرية أو البرية محطات إنك أنت بتبيع أو بتزود بنزين أو سولر أو غيره من الخدمات لجهات دولية. هذا بنسميها totally primary energy sources اللي عندي. وهنا electricity هنا بنسميها هذه المنطقة الترانسفورميشن اللي عندي، هاي التحويل من شيء لشيء ثاني من المصادر لهذا مثلا لكهرباء. هاي other energy conversion اللي عندي، ممكن يكون عندي refineries اللي عندي. هنا total اللي عندي هذا consumption اللي بنتكلم عنه. الاندستري هنا انواع الاندستري الموجود عندي زي الاندستري ترانسبورت البيلدينج مثلا، الاذر سيكتورز الكتر جنريشن مثلا، كل هذا الموجود عندي في هذا المكان. هاي اكزامبل سكند اب ذا انرجي بالانس فور بال نيشن، انرجي بالانسز ار كومبايلد فور اول كونتريز by the International Energy Agency in cooperation with the United Nations. عادة كل سنة هذا International Energy Agency بتلم معلومات وبتصدر دليل حول الطاقة استخدامات الطاقة في العالم. الآن هذا أو مصادر الطاقة في العالم بسموه Energy Balance for a country or a region or the world بيعملوا. ايش موجود عندي هاد؟ الويننج انرجي اللي هي البرايمري سورسز، مثلا عندي من الاويل هذا طبيعي المصادر، ناتشورال غاز من الهيدرو باور، هاي المصادر الطاقة المتوفرة عندي. بتم استيراد الفحم ومشتقاته، بتم استيراد برضو البترول ومشتقاته، هاي بالهنا معطى
ان تيرا جول جول اللي بنتكلم عنه، وهذا هاي المجموع تبعات زي ما عملنا قبل شويه. الاكسبورت بتاخذ الماينس لانه هذا بوديه ببيعه للعالم وبحطه الموجود عندي فيها. الان هذا لما بجمع التوتال برايمري انرجي سورسز، هذا ايش بجمع؟ السطور الموجوده هان في العمود الاول بتعطيه فيش اللي عندي لل 63، هان عندي 32 زائد 40 بيعطيني 72 ناقص 12 اللي بيعطيني 60، هان نفس الشيء 64 ناقص 10 54، هان فيش الا واحد الموجود. هذه بتعطيني مجموع السطر وهان بتعطيني مجموع العمود. الان الباور كونفرجن، هذا ايش؟ حولنا الموجود عندي هنا من الفحم 63 اعطتني 50 للباور بلانتس اخذتها، هنا اخذت ايش؟ 27 للباور بلانت الموجوده، هنا الريفاينري اعطتني 20 من ال 60 الموجوده في هذا الكونفرجن. الان بجمع الموجود عندي هنا ايش اللي بيطلع عندي في هذا المجال، هاي هانت 35% اعطتني 35 الالكتريسيتي، فالمجموع هنا ناقص 43 ناقص 72. اللي عندي نفس الشيء هنا في الاندستري، كل واحدة قديش هاي المجموع تبعهن بيبقى نفس التي اف سي الموجود هنا، هاي الاربعين هنا 34 واربعة واثنين هذا بتعطيني الاربعين، ونفس الشيء القطاعات الموزع عليها الاندستري ترانسبورتيشن السيرفيسز والريزيدنشال، الريزيدنشال زي اللي هي المباني البيوت الشقق، السيرفيسز زي الخدمات البنكية خدمات التلفونات الغيره، الترانسبورت اللي هي المواصلات سواء حركة الطائرات السفن الباصات السيارات القطارات، كل هذا بيجي. الاندستري زي قطاعات الحديد والصلب الاسمنت، يعني هذول الميجر الالومنيوم، هذه بشكل عام اللي بنتكلم عنه. هذا setting up the energy balance، التوتال برايمري انرجي سورسز اللي حكينا عليهم كيف بيجي الموجود عندي، هذا الاكسبورت اللي بنبيعهم بشكل عام في هذا المجال، وهذا مركز عندي. اطلع عندي هاي من ناتشورال جاز اكسبورت 10، الموجود عندي هنا من الاويل ناقص 12، فاكسبورت من اويل ومشتقاته ناقص 12 وناقص 10 ناقص 22، لما تيجي تعمل المجموع لها حاعطيك ال 178، والتي بي اس اللي هي الويننج انرجي بلس امبورت ماينس الايش؟ الاكسبورت زي ما حكينا في هذا المجال. هاي الباور بلانت كونفرجنج افشنسي الكتريستي اوت بوت على انرجي انبوت، لما بيجي بدي اطلع عليهم هاي اللي عندي هان للكل فحم قديش الباور بلانت بتعطينا الافشنسي، هان من الناتشرال جاز قديش، من نيجي تطلع عندي من الناتشرال اويل الناتشرال جاز من الاورجاني الاوشنت او الهيدرو اللي عندي، هذا اذا بدي اجمعهم عندي ناقص 50 ناقص 88 بيطلع عندي ايش؟ الايه بتعطيني الكتريسيتي 35، فلو بدي اشوف الافشنسي بدي اخذ ال 35 على المجموع الموجود عندي هان بتعطيني الافشنسي اللي بتكلم عنها في هذا المجال. الان التي اف سي بدها تساوي التي بي اس ماينس الكونفرجن انبوت زائد الكونفرجن ايش؟ output اللي بتكلم عنها، يعني بدك تيجي هذا المجموع على الموجود هنا بعطيك بنجمعهم بعطيني الموجود هنا، هاي مثلا 60 63 ناقص 50 اعطاني 13، نفس الشيء هذا هاي 0 60 زائد 0 ناقص 20 اعطتني 40، وهكذا لبقيه الموجود عندي في هذا المجال.
طيب الانرجي يوز بير سيكتور، كل سيكتور المجموع تبعهم لازم يعطيني التي اف سي توتال كونسومشن الموجود عندي في هذا المجال. ولما اجي احسب في هدول حيطلع لي الايش المجموع، لما اجمع زي هيك افق بالسطر هذا المجموع وهنا اجمع العمود، هنا بيعطيني لكل برايمري سورس عندي، هنا التوتال ككل. هاي القطاعات المختلفة للإنرجي يوز زي الترانسبورتيشن، السيارات، المترو، السفن، الطيارات، الباصات، الاندستري زي ما حكيت صناعة الاسمنت، الحديد والصلب غيره، الريزيدنشال اللي هي البيوت والمكاتب، السيرفيسز الخدمات اللي عندي زي البانكينج، زي الاي تي، زي غيره في هذا المجال. الانرجي يوز بير سيكتور لما باجي بتطلع عليها، انرجي يوز بير سيكتور هاي المجموع اللي تكلمنا عنه لما بدك تيجي عليه. مثلا الاندستري سيكتور بلاقي بدك تاخذ 46 من ال 114 تقريبا، حوالي 45%. القطاع الرئيسي الترانسبورتيشن عندي تقريبا 33%، السيرفيسز الريزيدنشال بشكل عام، الاندستري دائما هي اللي بتاخذ الكل. بعد هيك بناخذ بريك وبنتكلم ان شاء الله على الـ how to construct الانرجي روبوت. يعطيكم العافيه.